فتحت البوابات واندفعت الجهاد المنتجه محليا عمره 4 سنوات مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا السابع على مساهمه نادي الفروسيه من علامه 1650 مترا. التقدم الان لاسمار في المركز الاول، المركز الثاني شاع علامه للمركز الثالث لجوير، ومحاولات ايضا من رقم 6 في المركز الرابع رعايه، ولا زالت الانطلاقه لرقم 10 اسمار في محاولة الحصول على مساهمة نادي الفروسية. أشاهد الآن وطبان يأتي إلى المركز الخامس في هذه اللحظات مع محاولات لشعاع علامة من الخارج، وكذلك المحاولة تأتي من الداخل الآن لرقم 7 جوير مع محاولة أيضا وطبان يدخل إلى المركز الثالث في هذه اللحظة، والمركز الثاني يذهب لمصلحة أسمار، ومن الداخل الآن المركز الأول جوير مع محاولات الآن من البقية. التنافس على شد الآن مشاهدينا الكرام، قاتلتي تأتي من الخارج وأيضا شعاع الأمل، والمحاولة تأتي الآن لأسمار، التقدم لرقم 7 جوير في هذه اللحظة، المنعطف الأخير في هذه اللحظات، الخط المستقيم مشاهدينا الكرام، التقدم والمحافظة على الصدارة لجوير، جوير في المركز الأول، الدخول للنشاص من الخارج الآن، النشاص يأتي ومحاولة أيضا لرقم 2 شبل بانديني إلى المركز الأول بكل قوة والحصول على مساهمة نادي الفروسية. ما شاء الله تبارك الله، شبل